عطل منصات التواصل الاجتماعي يربك المستخدمين. زمن الرحلة 25 دقيقة، تفاصيل مشروع مترو الأسكندرية. كسوف كلي متوقع للشمس الاثنين المقبل. تطبيق إلكتروني يتيح للمواطن حرية اختيار مركز الغسيل الكلوي. رئيس الوزراء يعلن أجازة عيد الفطر. والإمام الأكبر يستقبل وفدا من الكنيسة الإنجيلية. مظاهرات تطالب برحيل بنيامين نتنياهو. بيان نادي بيراميدز حول أزمة الشيبي والشحات. بيان حفل الموزع الأمريكي مترو بومين بالأهرامات. وفيديو لحظة وقوع زلزال تايوان.